تفاصيل أكثر. إذا ينضم إلينا الآن الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد. صباح الخير يا دكتور. يا أهلا وسهلا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك دكتور محمد. ما المؤكد أن صحيح هذا الخبر هو متعلق بالولايات المتحدة الأمريكية لكنه ينم عن الاقتصاد العالمي وحل الاقتصاد العالمي، أم أن هذا الأمر منفصل عن بقية الاقتصادات الأخرى؟ بداية بصبح على حضرتك وعلى مصر كلها. طبعا النهاردة بنشوف طبعا نتكلم عن الاقتصاد الأمريكي، لكن هو أثره طبعا بيأثر على العالم كله باعتبار أن العالم كله بيعتبر الدولار هو العملة الأساسية للتعاملات التجارية. النهارده لما بنشوف النهارده السقف الحد الاقصى للاقتراض او بنقول عليه سقف الاقتراض اللي وصل 31 تريليون و400 مليار دولار، النهارده امريكا وصلت لهذا الحد، ويمكن دي مش المره الاولى اللي يتم فيها رفع السقف. احنا يعني بنقول في خلال اللي من 1960 يعني ما يقرب من 60 سنه تم رفع هذا السقف 79 مره. طيب الرقم بيزداد كل يوم، اللي هو الحد الاقصى المقبول للدين للصرف الحكومة الفيدرالية على تسهيل الأعمال الفيدرالية. فالرقم بيزداد يوم بعد يوم، طبعا مؤشر في عدم السداد، مؤشر خطر جدا، بيؤثر على بيأثر في الداخل الأمريكي، بيأثر في العالم كله. طيب هو بيؤثر على العالم كله، لكن خلينا نقول الأسباب اللي يعني سببت الوصول لهذه المرحلة. طبعا النهارده احنا بنشوف النهارده كان يعني دايما السياسه الامريكيه مقسومه بين حزبين الاساسيين الجمهوريين والديمقراطيين، فدايما بيبقى فيه كل حزب او كل حكومه بيكون ليها نهج في الانفاق، فكان في النهج الديمقراطيين اتجه الى زياده الانفاق على بنقول البرامج التأمين الاجتماعي، برامج الرعاية الصحية، وده كله طبعا بدون تغطية يعني في الإيرادات. فعشان كده النهاردة بنشوف إن سقف المصروفات أو النفقات بيزداد يوم بعد يوم، بالإضافة طبعا إلى خدمة الدين اللي هو بمبالغ رهيبة طبعا بدون التغطية للإيرادات نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية أيضا كان ليها تأثير. إذا كان في مشكلة في تغطية الإيرادات؟ طبعا بالفعل طبعا هي الازمات العالميه بتؤثر، يعني ازمه كورونا قبلها وحاله الابطاء في الاقتصاد الامريكي، طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه وما القت بظلالها طبعا على العالم كله، طبعا بتؤثر بشكل كبير ان الايرادات لا تغطي النفقات. عشان كده النهارده بنقول ان في مشكله ان سداد الديون المستحقه في ميعادها، هي دي المشكله اللي بتنبه منها وزيره الخزانه الامريكيه، ان ما فيش قدره للخزانه الامريكيه ان هي تسدد نفقاتها، وده بيعرض الحكومه الامريكيه لتقليل سقف تقليل الائتمان السقف الائتماني عندها، او اللي بيقول التصنيف الائتماني اللي بتصدر من قبل مؤسسات التصنيف الدوليه، معرضه دلوقتي امريكا ان هي يقل تصنيفها، بالاضافه طبعا احنا بنتكلم ان الدولار غطائه الاساسي في مستوى على مستوى العالم هي ثقه المتداولين في الدولار نفسه، فالنهارده لو في حاله تدني مستوى التصنيف اعتقد ان هيكون في مشكله كبيره جدا لدى ثقه المتعاملين في الدولار. وممكن طبعا هي برضه احنا عشان نوضح الديون دي بتيجي ازاي، عن طريق الاقتراض، عن طريق السندات السياديه. حتى النهارده لو الكونجرس او مجلس الشيوخ اقر ان رفع السقف هيبقى عن طريق طرح سندات سياديه امريكيه للتداول مره اخرى. فالنهارده فكره ان ما يتمش السداد في ميعاده او يتم النهارده التقليل السقف النفقات الحكوميه اللي هيبقى ليه رد سلبي على الداخل الامريكي اللي على بالنسبه بقى للاقتصاد العالمي طبعا هيؤثر. طيب هو في نقطه عايزين نجاوب عليها الاول بسرعه عشان في نقاط اخرى عايزين نتكلم عنها يا دكتور بعد اذن حضرتك. تقليل التصنيف الخاص بالولايات المتحده الامريكيه تداعياته سريعا ممكن تكون ايه؟ طبعا احنا مبدئيا عدم السداد هيقلل التصنيف الائتماني، جزئيه ثانيه طبعا هيرفع من تكلفه الدين، وده يعد دين جديد على الحكومه الامريكيه، طبعا هيؤدي الى تدهور الاقتصاد الامريكي نتيجه ثقه المتعاملين مع الاقتصاد الامريكي. اعتقد الخطوره الاكبر هيبقى اندفاع حاملي السندات للتخلص من هذه السندات، وده بيكون عرضه الى انهيار الاقتصاد الامريكي بالكامل، وبالتالي هيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، ويمكن ده هي دي الخطوره في المعضله نفسها. وعلى الجانب الاخر طبعا لو مجلس الشيوخ اقر رفع السقف زي ما هو معتاد، اعتقد ده برضه بيأثر
يعني في تقليل الاستثمارات اللي بتقوم بيها الصناديق الحكوميه او الفيدراليه الامريكيه هيؤثر في تقليل الاستثمارات وبرضه هيكون ليه اثر سلبي على الاقتصاد الامريكي. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على ان ده امر وارد ان هو يقلل من الاستثمارات الخاصه بالولايات المتحده الامريكيه، بنتكلم على ان وزيره الخزانه الامريكيه ذكرت بالفعل ان ربما يكون في مشكله في دفع رواتب الموظفين الامريكيين، اذا الحال المجتمعي الأمريكي كيف تراه في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب؟ احنا خلينا نقول ان يعني الناس كتيره متصوره ان الوضع في الاقتصاد الامريكي قوي جدا، وامريكا زي ما احنا بنقول اكبر اقتصاد دولي، لكن النهارده بنتكلم على تكلفه المعيشه بترتفع النهارده نتيجه الازمه العالميه. النهارده اللي بنشوف النهارده لما بتكلم من وزيره الخزانه بتقول ان هي ممكن ما تقدرش تدفع الرواتب والمعاشات، وفي اتجاهها الى تقليل الاعانات الاجتماعيه والرعايات الصحيه اللي احنا بنقول هي امريكا بتتميز بيها. فهذه النقطه طبعا اعتقد عبء كبير جدا على الحكومه وعبء على المواطن الامريكي في الشارع. النهارده تكلفه او تبعيات الازمه الاقتصاديه توصلت الى ان تطال المواطن الامريكي في اهم ما يحتاج اليه النهارده في اساسياته الضروريه. النهارده اعتقد ان النهارده ممكن يحصل هيبقى في شوت داون النهارده، اغلاق لكافه المصالح الحكوميه، ويمكن حصلت ده قبل كده مره، يعني حصلت مره في تاريخ الاقتصاد الامريكي. ومعرضه النهارده امريكا ان لم يتم رفع سقف الاقتراض وطرح سندات جديده، معرضه امريكا في الايام القليله القادمه لهذا الموقف مره اخرى. امبارح كان من ضمن الاخبار اللي موجوده معانا هو تسريح لعدد من العماله من شركات عالميه موجود في الوقت الحالي. معنى كده ان الموضوع قد بدا بالفعل، لان احنا بدانا نتكلم على تسريح، وبعد كده النهارده بنتكلم على ان وزيره الخزانه الامريكيه بتقول ربما يكون يعني القدره على دفع الرواتب غير موجوده، وفي نفس الوقت حضرتك بتذكر ان امر وارد ان الظروف الاقتصاديه الامريكيه امر وارد برضه ان هي تؤثر على الاستثمارات. اذا معنى كده ان انفرط العقد؟ هو احنا خلينا نقول ان احنا وصلنا لمرحله هي انفرط العقد زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. هو النهارده ايا كان الخيارين، لا اما ادقاء على سقف الاقتراض او رفع سقف الاقتراض، في النهارده في جزئيتين فيهم ضرر كبير جدا على الاقتصاد الامريكي. بالاولى طبعا ان الايقاع على سقف الاقتراض هيبقى في عدم قدره الحكومه الامريكيه او الحكومه الفدراليه على سداد سواء المعاشات او الرواتب الخاصه بالعمال الموظفين الفدراليين، سواء اللي ممكن توصل للاماره يعني الحاجات الاساسيه اللي بيحتاجها المواطن، يبقى في اطفاء كامله للاقتصاد الامريكي. على المقابل طبعا، ويمكن ده ورقه الضغط بيضغطوا بيها على في المجلس الشيوخ، ان يتم اقرار رفع سقف الاقتراض، وده يمكن هو ده المتبع اللي زي ما قلنا ده مش اول مره، يمكن تم رفع هذا السقف تقريبا ما يقرب من 79 مره من 1960 الى 2022. ففي حاله الرفع مره اخرى تعتقد برضه ان هو النهارده فكره يعني الثقه الموجوده لدى المتعاملين على السندات الحكوميه بيبقى في حاله من الريبه والقلق، طبعا عدم الضبابيه لحاله الضبابيه طبقا للسياسه العالميه الموجوده النهارده والازمه العالميه، بالاضافه الى النهارده التصريحات اللي بتصدر من وزيره الخزانه بعدم قدره الحكومه الامريكيه على سداد التزاماتها. فطبعا المستثمر راس المال دايما جمال، فالنهارده في ريبه من التعامل مع هذه الامور، فاعتقد انها سيقلل برضه بصفه يعني اثر عكسي، سيقلل من الاستثمارات وسيكون له اثر عكسي مباشر على التعامل في الدولار وعلى الاقتصاد الامريكي. وطبعا بتنتقل هذه الاثار التبعيه لكل المتعاملين بالدولار الى ان تطال كافه دول العالم. نعم، دكتور محمد البهواشي استاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذا التحليل للوضع الاقتصادي الامريكي، والذي من المؤكد يعني ان الاقتصاد الامريكي يكون مؤثر على عدد كبير من اقتصادات العالم. جزيل الشكر لحضرتك.